لكن لازم ننتقل من الحالة اللي كانت الدولة فيها الناس بتتصرف بدون تنظيم وبدون تخطيط إلى دولة بتشتغل والدولة إيديها واضحة وبصمتها موجودة في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. أنا بقول الكلام ده كده لأن يعني المسيرة اللي احنا الواحد شافها وشاف قد ايه بلده يعني تعبت نتيجة ان احنا كمسؤولين، انا بتكلم مش عليا، مش بتكلم على الحكومة الحالية ولا حتى اللي فاتت، لكن على مدى السنين اللي فاتت كلها، لما ما حصلش ان اقول لكم على حاجة صعبة، ده يمكن الناس اتصورت ان المشاكل ملهاش حلول فهم يعملوا ايه كامل ما يطرحوش مشاكل، مش مصدق انها ممكن تتحل. فاقصد اقول يا جماعة اللي احنا بنعمله ده، بنيجي نمسك منطقة على بعضها مسطحها قد ايه كله، ما يجيش 50 كيلو في 50 كيلو، الاقي ان انا محتاج ان اصرف عليها في حدود 150 مليار جنيه. بالمناسبة ده تقريبا كل قطاعات الدولة كده، تقريبا كل حتة في الدولة محتاجة كده. وحياة كريمة مش بعيدة عن ده، حياة كريمة مش بعيدة عن ده، لكن انا بتكلم على ان احنا عشان وانا جاي قلت طب اشوف الغرب الطريق بتاع ترعة محور التعمير، انا لقيت الناس يعني على استحياء كده هتردم تاني في البحيرة. طب ما احنا ايهاب قلنا هنخلص ونطهر، وحتى المزارع السمكية متنظمة في سيطرة للدولة. يا جماعة مش بتاعتك يا ايهاب، مش بتاعتك يا ايهاب، دي بتاعت اجهزة الدولة مع بعضها، المحافظة مع الزراعة مع الري مع ده. واحنا كنا قلنا يا دكتور مصطفى ان احنا نخلي مسؤول او كيان هو بتابع البحيرات ديت عشان يكون لها قيادة يعني تتحمل، او كيان يتحمل مسؤولية الموضوع ده. ولكن قلت لكم مرة قبل كده من فضلكم وممكن وزارة الدفاع توفر لكم الطيارات تطلعوا وتتفرجوا على المنشآت بتاعتكم وعلى الشكل العام للواقع اللي موجود فيه البلد. احنا جايين هنا عشان نشتغل ونغير حال بلدنا. ولما جينا النهاردة ساعة لما الفريق كامل قال لي الطريق ده فني قدامنا 3 سنين عشان بس نحقق موازنته، طب انا هعذب الناس والناس اللي بتخش المواني من الاسكندرية والحركة اللي عليها طول الوقت على طريق 3 حارات، يعني خلاص لازم نعمله. يلا بكل ما تعنيها هذه الكلمة، وعشان يبقى بقول في 9 حارات منهم الثلاثة القدام والستة اللي هيضافوا ليهم دول، بكل ما هيحقق مش بس للمينا، لا لأهل اسكندرية كلهم حاجة كويسة قوي في الحركة بتاعتهم، ولغاية ما نوصل لبرج العرب إذا كنت أنا فاهم. وبعدين وإحنا بنقول كده قلنا كل الطرق اللي موجودة في المنطقة دي بالكامل تتعمل.